السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتكلم على كيفية توظيف الشريط الكهربائي من نوع LED من أجل إضاءة أقفاص الطيور، خاصة في هذه الفترة اللي كيكون فيها النهار قصير. فقبل ما نبدأ، الله يخليكم، حاولوا تشتركوا معنا وتدعمونا بزر لايك. إذا الآن هادو هما الأقفاص اللي تحت إضاءة ديال المصباح عادي. الآن كما كتشاهدوا في غرفة ديال الطيور، الآن أنا بغيت نوظف، بدلا نستعمل المصباح العادي نوظف الشريط الكهربائي من نوع LED. إذا هذا هو الشريط الكهربائي اللي كيتخاد من عند البائع نتاعو على شكل أمتار، وكاين فيه عدة أشكال وعدة ألوان، وكل متر وكاين الثمن تاعو، او كاين مصابيح اللي كيركبوا في الشريط الكهربائي اللي فيهم حتى هما عده اشكال وعده الوان. فاحنا خدينا هذا النوع اللي مزود ب رابط اللي كيتربط مع منبع التيار الكهربائي كما كنقولوا بريس. فاحنا غادي نحاولوا نستغلوا هذا الشريط الكهربائي ونوظفوه في طريقتين، ونشوفوا شنو هي الطريقه اللي احسن باش نربطو هاد الشريط الكهربائي. الطريقة الأولى اللي غادي يكون الربط نتاعهم والتوزيع نتاعهم بشكل أفقي في هذوك الفراغات اللي غادي يكونوا في الأقفاص، ونشوفوا الإضاءة نتاعهم كيفاش دايره. والطريقة الثانية اللي غادي يتم الربط نتاعه بشكل عمودي، يعني الشريط الكهربائي يمر ما بين قفص وقفص، ونشوفوا الإضاءة وشكون أيضا للتكلفة نتاعو أقل بالمقارنة بالآخر. يلا دابا مباشرة ندوزو لربط الشريط الكهربائي بمنبع التيار الكهربائي. الآن قمنا بالربط ديال الشريط الكهربائي في منبع التيار الكهربائي بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى مررنا هاد الشريط الكهربائي أفقيا على الأقفاص في دوك الفراغات اللي كاينين ما بين كل قفص، وبهذا التعلاق اللي درنا في الفيديو السابق اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. الان اذا كيف ما كتشاهدوا، كاين جوج لي كولوار ديال الاقفاص او جوج ديال الخطوط افقيه. فهاد الخطوط الافقيه اللي كاينه الان كلها مضاءه، يعني كتكون من ثلاث اقفاص هي خطوط افقيه، بينما كاين هناك خط افقي اللي كاين لتحت راه يبدو مظلم. يعني هاد الطريقه كيف ما كتلاحظوا، الطويرات باينين، الاكل ديالهم باين، حتى مكان العش او مكان فين يبيضوا داك الشيء كله كيبان. فالان نشوفوا الطريقه الثانيه وشكون هي الطريقه اللي احسن بالمقارنه بين هاد الطريقتين. الان مررنا الشريط الكهربائي ما بين قفصين، يعني درناه الوسط وكاين قفص على اليمين ديالو كاين قفص على اليسار ديالو. فكما كنلاحظوا بالنسبه للاضاءه فهي كافيه بالنسبه للطيور، وما يمكنش نقدروا نقولوا هذه الاضاءه تاثر لهم على العينين نتاعهم او لا الرؤيه نتاعهم ولا شي حاجه. هذا بخصوص الطريقه الثانيه. نتكلموا الان على التكلفه الماديه. بالنسبه للطريقه الاولى نقد نقول، يعني درنا ثلاثه الاقفاص افقيه، كل قفص في 60 متر، يعني ثلاثه الاقفاص راه ما غيساوي تقريبا حوالي مترين. اذا نقدر نقول مترين يلاه كيضوي لينا ثلاثه الاقفاص، يعني الا بنضوي سته الاقفاص غيوليو خاصيني سته الامتار الى غير ذلك. ولكن بالنسبه للطريقه الثانيه ف يعني الا خدينا اربعه الاقفاص في وضع عمودي اللي حوالي الطول نتاعهم كيساوي مترين، فهنا مترين كافية لإضاءة عمودين اللي كيتكونوا تقريبا من أربعة الأقفاص في كل عمود، يعني ثمانية الأقفاص عكس الطريقة السابقة. ولكن من حيث الإضاءة فالطريقة الأولى أفضل، ولكن من حيث التكلفة المادية فالطريقة الثانية أفضل. فاحنا علاش كنديرو هاد الإضاءة من نوع LED؟ نقدو نديرو غير مصباح عادي كما لاحظنا قبيلة،
انه وكافي الاضاءه والفراخ تتحرك بشكل عادي وتناول الاكل نتاعها بشكل عادي وتشيل الاعشاش ديالها بشكل عادي. ولكن بالنسبه للطريقه الثانيه فكتلاحظوا كاين هناك واحد جماليه في الرؤيه، جماليه في الغرفه، والضوء فقط انه يقتصر على الاقفاص، ما يمشيش لمكان اخر، يخرج من النافذه ولا يخرج خارج النافذه ولا شي حاجه. يعني الاقفاص هي المضاءه وماشي المحيط ديال الاقفاص لي مضاء. هذا علاش كنوظفوا هاد اللاد بالنسبه لهذا. هذا من جهه. من جهه اخرى حنا علاش كنديروا الاضاءه؟ الاضاءه كدار في هاد الظروف اللي كيكون اللي بغى يبدا في تزاوج في وقت مبكر، بدل يتسنى حتى شهر 3 يبدا تقريبا في شهر 12 ولا في شهر 1 بكري، كيكون الوقت ديال النهار كيكون قليل. ولهذا خاصك ضروري تزيد الضوء باش الطيور كلها توجد وكلها تجمع العش وتبيض باسرع وقت. هذا علاش كنديروا هاد الاضاءه. من جهه اخرى نزيدوا في الانتاج. كاين اللي كيقول لا ما ديرش اضاءه، خلي العصافير ولا الفراخ انها تبيض في الوقت العادي بحالها بحال الشكل الطبيعي. وكاين اللي كيقول انني نزيد الانتاج ندير الاضاءه، فكل كيدير الطريقه اللي كتناسبه والطريقه اللي كتعجبه، ما يمكن ندخلو حتى شي واحد في هذه الحاله. فالان هادو هما الطرق اللي درنا. كل طريقه وعندها عندها السلبيات ديالها والايجابيات ديالها. كما قلت بالنسبه للطريقه الاولى الايجابيه ديالها انها كتضوي مزيان والتكلفه الماديه ديالها كثيره، ماشي ايجابيه وانما سلبيه. وبالنسبه للطريقه الثانيه كما كنقول التكلفه الماديه قليله والاضاءه ديالها بين وبين، ولكن المشكل كاين في الى درنا لي سيباراسيون بالنسبه للطريقه الثانيه، فممكن ان هذاك السيباراسيون تحجب الرؤيه على جزء من القفص، ماشي بحال الطريقه الاولى اللي كيكون هذاك الشريط الكهربائي كيمر فوق القفص وكيغطي القفص بشكل كامل. يعني ما غنلقاوش مشكل واخا نديرو لي سيباراسيون غيكون القفص كله مضيء. هذا فيما يخص المقارنه ما بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه. اذا الان ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، وما تنسوش تدعمونا بزر لايك و